عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال سأل البخاري هند بن ابي هالة وكان مصافا عن حلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن عاشت أن يصف لي من عاشايا نتعلق بي فقال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلال وجه تلال والقمر ليلة البدر أطول من المربوع وأكثر من المشذب عظيم العامة رجل الشعر إن فرقت عقيدة فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره وأظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب صوابغ من غير قرن بين مائق يدر الغضب وأقنى العرمين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم قص اللحية سال الخد عند لي الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كان عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك صباء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالختيار الثديين والبطن مما سوى ذلك اشهر الذراعين والمنكبين وعالي الصدر طويل الزندين رحم الراحة جسر الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شاعر الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين وأنهم الماء إذا زال زال قلا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريب المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظر إلى الأرض أكثر من نظر إلى السماء جل نظر الملاحظة يسوق أصحابه يبدو من لقي السلام